ليس من السهل المضي قدما بمفردك، ولكن إذا تابعت المسير ابق صادقا مع نفسك. أوحش الطرق هي التي تسير بها بمفردك، ولكن هذه هي الطرق التي تجعلك أقوى، هذه الطرق التي تبني شخصيتك أكثر من أي شيء. إلى كل الذين يخوضون صعاب الحياة بمفردهم، إلى كل الذين يتألمون بصمت، كن قويا واصل المسير. أعلم بأن الطريق موحش، ولكن أصعب الطرق تؤدي إلى أجمل النهايات. وإذا أظهرت معدنك الحقيقي، الناس الجيدون سوف يظهرون في حياتك، ولن تكون ذئبا وحيدا بعد اليوم. لديك مؤهلات عظيمة، القليل سوف يعترفون بها. لديك قوة هائلة، القليل سوف يفهمونها، لأن معظم الناس لم يمروا بتجربتك، أو أنهم ببساطة لا يريدونك أن تنجح. إنهم لا يرغبون برؤيتك أفضل منهم. لا تكترث وواصل المسير. لا تخفض سقف أحلامك حتى يتقبلونك. لقد ولدت لتكون مميزا، لقد ولدت لتكون أنت القائد. نعم، لقد ولدت لتكون أنت القائد. أعرف من الصعب مواجهة الحياة بمفردك. أعرف أنك تشتاق إلى أمان الطفولة، أبي، أمي، أصدقائي. هذه الحياة موحشة ولا يعيشها إلا المصارعون. لا تسمح لأي أحد أيا كان أن يضعفك أو يحبطك. تذكر بأنك أنت القائد الذي يرسم الطريق، والقطيع يسير من ورائه. لا يهم إذا واجهت الحياة بمفردك لبعض الوقت. قل أنا لها، أنا لها، وتذكر بأن أجمل أيام حياتك لم تأتي بعد. شارك الفيديو إذا أعجبك، اشترك في القناة، وأخبرنا في تعليق كيف تواجه مصاعب الحياة بمفردك. انتظروا فيديو جديد كل أسبوع.